هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور نشر اليوم في البنك العالمي. نشر دراسة على الجاليات في الخارج كيفاش راهي تبعث في الدراهم تساهم في بناء الدول ديالها الأصلية، تساهم في بناء الدول الأصلية. هذا الجالية هذه تعد الدول يعطيك بالأرقام، يعطيك بالأرقام كل جالية تاع بلاد معين شحال تبعث لبلادها. هذه أرقام تاع البنك العالمي، ما زلت تقولون فيها مخزن وفيها مؤامرة وفيها كذا، نلح عليكم. هذا باش نردوا على سي تبون اللي يقول لك مساهمة الجالية، ما خليتوش الجالية تساهم. شوف مفكرين نشروا كتب باش ما تلفش، مشاو مدوها للبنك الوطني للمملكة المغربية، زوج باحثين كبار، محمد أركون الله يرحمه وسالم شاكر، 350 كتاب سالم شاكر، 350 مؤلف، يا حرام تبرع بهم المغرب. نفس الشيء بالنسبة لمحمد أركون، لأنه في الجزائر ما كانش راح يحطهم، ما كانش. وانا تكلمت عليها في اليوم العشية. الو واش تقول هاد دراسة تاع البنك العالمي؟ أصدر أول بلد، أول جالية في الخارج اللي تبعث دراهمها لبلادها الأصلي هي الجالية المصرية، 24 مليار دولار سنويا، هذه في سنة 2023. موراها نيجيريا 20 مليار ونص، الجالية النيجيرية في الخارج تبعثها لبلادها. بورتون نيجيريا غنية، عندها البترول، عندها المينات، عندها كلش. الجالية الثالثة اللي تبعث دراهمها لبلادها، هذو يبعثوه عبر البنوك، ها ماشي تاع شد مد يا احمد، ماشي تاع شد مد يا احمد، هذو عبر البنوك، هي ما نقروهاش كيما ليكيب تاع الفوتبال هذيك يلعبوا لحقوا دومي في ضرب ديموند، ما نقولوش مع شكون خسر اسبانيا، مع شكون خسر البرتغال. بهذيك الجالية تدخل لبلادها 12 مليار ومئة مليون دولار في السنة. قدامكم أرقام مش أنا اللي درتها. بعد الجالية تاع اللي ما تسماش على بالكم وعلاش؟ هادو الجالية السنغالية يدخلوا 4.90 مليار دولار في 2023. بعدها كينيا 4 ملايين، افريقيا الجنوبية 3 ملايين، الكاميرون 2 ملايين و900، تونس 2 ملايين و700. ونذكر بأنه الجالية السنغالية في الخارج والجالية التونسية أو الجالية الكينية أو الجالية الكامرونية عددهم أقل من الجالية الجزائرية في الخارج، عددهم أقل بكثير.
نفس الشيء بالنسبة الجالية اللي ما تكلموش عليها يعني ما نذكرهمش العديانة اللي جاوا على فرونتيير في الغرب تقول الغرب نحن نزيدوش الميمة نزيدوش الميم كاين الناس اللي كانوا يمرضوا بون الجزائر شحال دخل الجالية ديالها عن طريق البنك مليار وثمانمائة مليون مليار وثمانمائة مليون دولار قارنا ب 12 مليار تاع العدو ولا ب 14 مليار تاع المصريين ولا لا قارنها قارنش وعلاش هنا السؤال في اخ اللي بعث لي يقول لي وعلاش الثانيين ما يدخلوش وما يستمروش في بلادهم هذا المليار و800 هذوما تاع ناس عندهم شركات يصدروا ومرغمين باش يدخلوا عن طريق البنك مرغمين بالسيف عليهم كما تاع الناس اللي هذا اللي يقول لك دراهم اللي دخلناهم خارج دراهم البترول مليار و800 لانهم سي دي بريفي واحد يبيع التمر سياج واحد يبيع كان مثلا كوندور كان يخرج يبيع بالخارج ما حدش يخلوه لا سي فيتال عبراب يخرجوا يبيعوا ويدخلوا دراهم عن طريق البنك مليار و800 اما المواطن العادي دور حتى عندهم شركات يدخل شويه ويخرج ويسرق شويه يديروا على جهه وعلاش؟ لانه الدينار الجزائري رخيص لما تروح تبدل انتايا مليون تاع الجزائر في البنكة يعطوك 19 مليون 19000 يعطوك 900000 كي تروح تبدل في يعني كي تروح كي تدخل لورو ياش يعني الناس دخلوا لورو لورو تدي 1000 يورو يعطولك 900 ملايين يعني 14 مليون يعني 18 مليون المهم 18 كي تروح تبدل في السوق السوداء تدي 22-23 مليون صاحبي راك خاسر خسارة كبيرة الناس كامل تبدل في السوق السوداء لالجيري لو سول بي او موند البلد الوحيد في العالم اللي قنن تبييض الأموال وتهريب الأموال بيسكو تروح نسكوار بورسعيد تشري 7500 يورو ولا 8000 يورو تمشي للبنكة تبيتها مو غدوة عندك الحق في 7500 لا حطيت 8000 غير 7500 لا حطيت 7000 تقدر 7000 بصح تخلي فيها على الأقل 10 يورو تجبدها وكي تمشي في المطار تقول لك عندك ديفيز تقول له وي عندي هاي الفرقة تاع البنكة بدلت في البنك إذا بيضنا بعدو على ماشين على لي بنك سون دي ماشين على بي بيض الأموال تضرب دراهم هادوك جاو من السطلة جاو من الكوكايين جاو من اللي بغيت من اللي بغيت المهم تارك بيضهم في البنك ما نقولكش كيفاش عندك 7500 يورو ولا 5000 يورو وانت تخدم معلم موظف تقولش منين جبتهم صباح مثال عليك يقول ليش منين جبتهم سقسيك الو هذه وعلاش دايرها فيها اخت راسلتني قالت لي هذه دايرينها باش غدوه يبينوا يعني قدام البنوك الدوليه وهنا باللي الجزائر عندها مداخيل اخرى غير البترول ايه ودعي يرجي تبوني يغني عني قلت دخلنا قيمة
14 مليار كل خطرة باش يكذب علينا. ايه هذا تسمى شوف كاينه حركة في البنك، يدخل ديفيز ويخرج، يدخل ويخرج، هو يدخل 24 ساعة يعرف يخرج. بعد يقول له راهي الجالية تساهم في بناء الوطن وبناء الوطن، ما كاش بناء، كاين تهديم تدمير. الجالية لا تساهم في تدمير البلاد، لأن الجالية تحب البلاد وتبون يكره البلاد، تبون جماعتي. نجو درك إلى تبون جماعتي والرئاسيات المقبلة وكيف يتآمرون على بعضهم البعض بعد أجيال.